مراد هو هذاك ها اسمي سي موسى واش ولدي سولوه انا سميتني حميده ومراد صاحبي ولد درب سميتي جميله ما بيني وبين والو سعد كان عارفه كان كيبغيني على ما كان كيقول ولكن انا ما عمري ما قلت له ايه لا كنت عارفه كيخرج مع بنتي وما لا يقلهاش ولكن ما عندي ما ندير عزيز قرينا انا وياه وكنا ولاد الدرب هو مشى حتى لا ليسونس كيدير لي فراسو ما كيهضر غير بغى الفلوس لا انا ما كملتش هو اللي كان تعزيز عليه القرايه عمره ما تخاصم ورده ومني كنا صغار وحنا صحاب كنحتارمو حيت الله يعمر هدار وداخل سوق راسو ما كنتش كنقدر نشرحو حيت كان ظريف هي اللي خرجت عليه سعد نقول لكم بصراحه وزيدوا نبات هذه كي ما تستهلكش خليته على خاطره وها هو جابها في راسو لا بقى غير هو وخوه المهم ماتت واحد النهار مشات عند اختها البروج قلنا لها غير بالضحك عندك ما ترجعيش ما رجعتش بقات تما فين الزيف؟ في يدي ما تنساش لي الصدفة صباح الخير سي مراد صباح الخير أمي فاطمة Thank you.
امين الحاج لاباس. شبارك؟ شي بخير؟ لاباس الحمد لله. درتي معايا واحد يوم يرجع عندك هذيك الخدمه؟ لا لا سيدي الخدمه ما كايناش اسيدي ما كاينش. واخا عمي الحاج الله يسهل. دابا ندخلوا كاملين كاملين باش ما يخدم فينا حتى شي واحد. عطينا واحد دقيقه الله يخليك. اش غنديروا دابا؟ غنتسناو الباترون تيبان ناكلو ونسلسو. سام سيدي شنو تاكل سيدي؟ كنقلبوا على شي خدمه. علاش انا ما جبتكش؟ لا كنا زعما الا كان شي صباح الخير. صباح الخير. ما باقيش نجي عندكم للدار. علاش؟ تما جيت عندك كتصيفطيني مريض. كنبقى بارك قدامك بحال شي رزمه وانت كاع ما انت هنا. قول لي ما بقيتش عاجبك وصافي. سعاد تعرف من جيك ولا لا مليكة؟ عمري قلت لك كنبغيك. واخا مزيان دابا فهمت. شكرا. كنتي كتهضري فلوس وخسرناهم. منين غادي نجيبهم له انا دابا؟ خسرتيهم بوحدك. وشنو تتاكلي وتتشربي؟ هادشي ملي كنت خدامه كاع ما كنتي كتقولو. حتى كراتك راه انا اللي تنخلصها. واش انا عيطت لك؟ ياك تفرقت معاكم خليت لكم المدينه وما فيها. علاش جيتي تابعني؟ علاش؟ Thank you.
اش غديروا؟ بغيتوني نخدم؟ يلا تفارضوا ليا وصيفطوني للخارج. شنو تفارضوا ليا؟ فرح على ايامك، خالك شرا لك كاميو باش غادي تخدم. وخصو 6 مليون غير ديال الديوانه باش يتحرك. 6 مليون؟ وعلاش اسيدي كنت مشدع له راسو؟ انا نسحبها غاليه ما تسحبهاش غاليه هذيك الديوان. غادي نحتاجوها نهار السبت. ما خداماش. لا جات هادي؟ عرفت. ساقت الخبر جات شمشم. ومني غتسيق الخبر حتى واحد ما عارف علاش. لا لا عينيها خايبه. ما عرفتش علاش مصاحباها. ما مصاحباش معاها. وشنو كدير في بيتك؟ واش غادي ندير نجري عليها؟ شفتي ديك الصباغه اللي في يديها؟ البارح مشيت عند واحد الفقيه. قلت ليه الرجال ما بقاوش كيتشدوا ليا. عطاني واحد الحجاب وقال لي خلطيه مع الحنه. باش من هنا نقولها لك، مراد ما بيني وبينه والو. الا كنتي هادشي علاش كتقلبي؟ الراجل اللي حطيت عليه يدي لغدي ما كيرجعش. الا بغيتيه خوديه. اه قال شي عندي زهر. واش بغيتيني ندير لك؟ انت اللي عوجتي. كل ما شتيش في دوك الشوفات الحرميات ديالك. انت ديما انا وياها خايبه على داكشي، حتى حاجه ما كتصدق ليك. مباركم سعود. فراسك عافاك جميله، ما تقوليها لحد واخا. ما تخافيش وحلفي. والله العظيم ما نقولها لشي حد. شنو بغات عاوتاني؟ مسطيه جات كتعاود لي شي خرايف. خرايف بقيت دي عليها. كيفاش مات تخدوش؟ شنو؟ امك كيفاش مات؟ قلتهالك ألف مرة ضربها كاميو. وفين دفناها؟ في العروبية. كنت معكم؟ كنت معانا. وين انت غادي نمشيو نزوروها؟ خلي الدوسان ترانكيل. جبتي الخبز؟ جبتي زيت بلاستيك؟ ما لحقتش، جيت اكل. فيا ما ناكل، كل غير انت، تبرع غير انت. انا كنعرق وكنشف وداري عواج هو كياكل. نسالي شغلي ونرجع للبلاد. ما عندي ما ندير هنايا. في الجبل كنت مهني. شكون جابني لهنا؟ شكون دزتي ياكل؟ 12 عام هادي ما مشيناش للجبل. كتقولي هادشي باش نبقى محبوس؟ بغيت تطيحني في الفخ ما نبقى عارف لا راسي من رجليا. انا ما عمري شفت هاد الحيوط حتى البارح. فين غادي وكتحكم فيا؟ ما كاينش اللي عمرو حكم في السي موسى. الله يهديك الوالد. بعد كول. ورا الدار كانت واحد الكرمه كتعطي الغله 4 مرات في العام. وهذا جدي الناس اللي دايزين كاع اللي جا الجوع كيوقف تحت الكرمه وكيبقى ياكل 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 حتى يشبع. حتى واحد ما كان خدام وكل شيء كان شبعان. نهار ما كيبقى فيها والو كناكلو الجراد. اليوم حتى واحد ما خدام، ما كاين لا كرمه لا جراد. خاصني نصوب لك هذا الباب قبل ما يطيح. واحد الصاك تاع الدوزان ما عرفت فين درتو. السي موسى راك ملي جيتي عندي ما جبتي تا صاك. الدوزان ما كيفارقنيش،
جبتو معايا من الكونغو. ودابا ملي كنتي جاي لعندي منين جيتي دابا؟ من الكونغو جيت وخليت كلشي تما. وخليت لشي نهار اخر وجي صاوب ليا الباب. كاين شي نهار اخر فين شتيه؟ هضر معاه با الغزواني، كل نهار خاصني معاه الحرب باش ندخلو ونخرجو من الدار. سمعتي دابا الدار ولا ديالو ولا كيدخلني وكيخرجني. نهار تشوفني مليوح في الزنقه عارف راه شي واحد جرى عليا. مراد متحشمش هضر مع باك بحال هكا، رباك هذا. يلا زيد تسامح معاه، بوس باك راسو، يلا تسامح معاه. نوصل الواليد للدار ونرجع، بغيت نهضر معاك با الغزواني. غادي نضرب حسابي ونجاوبك. علاش اخويا دخلت على طرحه العربي وربحت الطرح اللي فات والطرح اللي قبل منه ما خسرتيهمش. دي في دي في سي دي افلام امريكانيه. شنو عندك؟ كاين كلشي اللي بغيتي. لا لا شنو كاين من غير افلام امريكيه؟ كاين افلام مغربيه. شنو كاين؟ كاين قصه حب. شناه؟ كاين ضفائر. شناه؟ كازا باي نايت. تفرج فيه هذا كنعرفو مزيان. عرفت شدير؟ كاين واحد الفيلم راه دايز دابا في التلفازه. شناه هو سميتو؟ طالب عمل. باقا ما شفتوش. وطلع شحال؟ راه 15. راه 5 دراهم. شحال ما عندكش؟ راه 5 دراهم. هاكا 5 دراهم. هاكا الله يسهل. كرافي مزيان؟ مخير كاع. دراري راه ما خسرت حتى طرح. ها 5 دراهم ديالي والله يعاونك. خطره اخرى الا ما عندكش الفلوس بلا ما تبقى تجي تلعب معانا. بو عبد الله اجا خو تلعب. اجا بو عبد الله عاود عاود فرق. اللعب ديال والو والو. سمعت الوزين غادي يتحل. شكون اللي قال لك؟ وهذه هي الهضره اللي دايره في الدر. واحد مول الطوموبيل. كاينه شنو هذه الهضره ولدي؟ الا كانت شي حاجه با الغزواني ما تنسانيش ان شاء الله. اللي كان غير نخدم. لا كانت شي حاجه انت الاول.
هي نرجع عندك عاوتاني. رحم الله. صباح على خير ابا الغزوان. صباح على خير. معاك اخويا انا مالك. الغزواني داز للدار وقال لك داز عنده. الغزواني هذا غارديان ديال ديبو. اشنو بغى؟ لا والو والو، راه بغى يتشكى ثاني من الوالد. مشكله هادي. بزاف ديال الثوب وغير الثوبات الغاليه كتضيع هنا وسط هاد الغبره. واش مطلوب مني؟ لك انت اللي قلتي لي الا كانت شي حاجه ما ننساكش. السلعه هنا غير كتضيع. الوزير راه سد هذه 3 سنين بس. شنو نقدر ندير؟ حيد عليا درو الوات من هنا. هادشي باش غادي نقدر نعاونك. نسرق زعما مراد؟ وصلنا لشي سرقة. انا راه غير كنشوفك محل مع باك كل نهار وكتضل تقلب على خدمه بلا فايده. هادشي علاش البارح ملي جيتي طلبتيني بقيت كنفكر كيفاش غادي نقدر نعاونك. ومالي نشي؟ مالي نشي؟ مالي نشي؟ مالي نشي؟ الا لقاوني بارك كنشرب فاتير راهم غادي يشكوا. ولكن الا لقاوني مضروب الراسي مثلا غادي يقولوا هادي فعيل شي عصابه. فكرة مزيانة وسهلة. أنا بعدا متفق. أنا خويا متفق. سولتكمش واش متفقين ولا لا؟ عاودت لكم اش قال لي الغزواني والسلام. وليني هدير ماشي سرقة. واش كتسمى؟ وصل عقمال تفموليها وبغاو تفكوا منها. شتي لو كان ما كانش داير فيك الثقة وعزيز عليه والله ما يقول لك شي حاجة. وزيدوا البوليس ما غاديش يعرف أصلا واش كانت شي سلعة في المكازا ولا لا. ومالي نشي؟ فينا هما مالي نشي؟ فينا هما؟ واحد النهار غادي يبانوا. ويلي يا صاحبي شحال عزيز عليك تعقد الأمور. واش عاجبك دابا هاد الميزانيه اللي انت عايش فيها؟ وشوف اخويا بقى غارق فيها. انا غادي نمشي نشوف معاه. يلا يلا. وتحرك يلا يا مراد. اهلا سي مراد. مرحبا. الله يبارك فيك عم الحاج. ابدرار كيدير واحد الوليد؟ ما بقى كيعقل على والو سيدي. كل مره كنبغي نمشي نشوفو ولكن ما كنلقاش الوقت. انت تشوف الا خديت هذا المحل غير دقيقه حتى ماكينه ما تخدم. ايوا كاين شي ما نقضيو. كنقلب على خدمه الحاج. خدمه؟ ايوا قلبتي بجوايه اخرى ما لقيتش. الشواهد راه ما نفعوا والو. شوف
ايوا فاش بغيتي نخدمك توصل البلايك ولا تنشف النيجاتيف هاك مزيان ولكن زيد قلت شي شويه ولا تهز الكاريت ولا شنو اللي كان الحاج غير نخدم ويلي نخدم راجل قريب وفي اخر السيمانه نعطيه جوج فرانك اش غادي يقول عليا السي موسى ما عنده ما يقول ما بقاش عاقل حتى على راسه واخا ولكن انا راه ما تعطينيش خاطري ويلي والله العظيم الا محتاج لهذه الخدمه الحاج واخا واخا اش قلتي ولدي محتاج لهذه الخدمه الحاج ويلي السي مراد شكون اللي ما محتاج شي الخدمه مني انا وجبن ياك شفتي هاد الماك واخا كيبانوا لك هكا راه خدامين غير بالبركه وزيدون انت دابا راك قاري ما غاديش تحير غير قلب اولدي قلب الله يرضي عليك قلب شوف انت اش غادي نقول لك اولدي ما عندي ما ندير بواحد ليسونسي غالي عليا واعطيني غير اللي كان نقبله وانا ما نقبلش شيء اش غادي نقول سيدي ربي غدا يوم القيامه واه ندخل جهنم على قبلك ما سلم على السي موسى وقول له راه نلقى شي وقيت شي نهار ندوز نشوفه الله يعاون ولدي انا كتبان لي من اسهل ما يكون حتى انا والله العظيم انا الدراري حيدوني من هذا البلان البلان انت هو مولاي ريح وحنا بلا بك راه ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه علاش اخويا سيروا عنده وهضروا معاه على ودوا معنا حنا النهار الاول يكدوا معاك انت بدل هذا الموضوع بدل الموضوع انا ميزه بحال هذه اللي خاصني والله العلي اللي باقي يقلب على شي خدمه ومنيه ديالي هي نغبر كمارتي من هذا الدرب وتنغبر كمارتي انا من هذه البلاد كامله دبر على شويه الفلوس ونشري شي فيزا ونخرج داكشي علاش عجبني الفكره ديالو فكر صاحبي في سعاد هذه هي المناسبه اللي بغيت ندير معاها شي حاجه بدل صاحبي هذا الموضوع مجيد مجيد انزل نهضر معاك انزل بغيت مجيد مجيد مسافر شحال قدو ما يتخبى ما تدينيش في بلاصتو راه غير كيقفر على راسو قولي ليه هذيك مشكلتي انا بوحدي وغادي نحلها جميله بغيت نقول لك شي حاجه شنو خلي من بعد شو عارف اجي على خاطرك دابا زين اللي غادي نغرسها في الدار اللي نوصلوا للدار ان شاء الله ماشي هادي الدار هي هادي الوالد قلت لك ماشي هادي الدار عاوتاني ما بغاش يدخل انا اللي قلت لهم بقاو ندورو شويه ماشي هادي الدار والله يهديك الوالد قلت لك
ماشي هي دي الدار. الجو زوين، نعاودو شي دويره وحده اخرى. يلا فين هي الدار دابا؟ ما عقلتش. يلا غمض عينيك وتبعني. وبارك عليا من طوران. دوزو الدخلو يلا. الخدمة؟ اش من الخدمة؟ لا ما فرنسيش. أنا غير شفت الجوقة وقلت ياك ماشي حرب أخرى ناضت. واحتاجوا ليا. كنت ديما كنفضلو على راسي، زعما كون لقيت الخدمه انا الاول والله تنخليها ليه بالله. هو كان محتاج الخدمه اكثر مني انا. مراد نتزوج بيه بالخدمه ولا بلا خدمه؟ كلنا فرحنا بحال الا حنا اللي لقينا الخدمه. عرفتي شحال حنا كنقلبوا؟ مش على الفلوس حاجه، لا كان محتاج الخدمه وصافي. مش غير هو اللي ما كيعجبنيش، الدرب كله طالع لي في راسي. هي جات وقالتها ليا، ولكن ديك الساعه اللي عطى الله عطاه. انا ماشي بحال سعاد، انا ماشي من دوك البنات كيبغوا الراجل عقب الفلوس. انا عارفه كان باغي البنت، ولكن ما غنصيفطهاش تخدم على ثلاثه الرجال. ها حنا كندوزو في الوقت على ما يجي اللي يخرجنا منه. ما كاينش باب اللي ما دقيناش عليه، وفي ما تسمعوش لاديسا كتلقانا حنا الاولين تما. الدري خدام وانا كاع ما فراسي. غادي تكاجي حتى انت. شي خدمه هذه عيطات. خاصني باش نتكسى، خاصني الفلوس. ما عنديش فلوس تقادر. نشفت عروقي نشفو، عريتوني. وانا راه ما نمشيش للخدمه نهار اثنين بهذا الشراوط. الخدمه؟ اش من خدمه؟ انا يلا بقى عندي باش نزور الوالده. زور شكون؟ امك. ولا نسيتيها؟ ولا حيت انت ما كتعترف بتا واحد تسحبني بحالك؟ و 12 عام هذه باش تفناها. ولا فات 12 عام ما بقاش الواحد يتزار. وباش من المناسبه دابا تفكرتيها؟ ديما كنتفكرها
راه دينو ديال المره الاخر. عمرني ما نطلب منك شي حاجه. قال لك ما يطلبش لي الريال، تيقول بوجه احمر. دابا خدم ولا قاد براسو. انا نمشي نموت، نمشي نتلح في شي خلا. انت ديما كتعوج لي هضرتي بالعاني. شكون اللي يهضر معاك على شي موت ولا شي خلا؟ انت تموت انت. هادشي انت اللي باغي. هادشي علاش كتقلب؟ من غير الوالده ديالكم خاصني نزور الوالد ديالي حتى هو وخوتي واحد بواحد. عمك العربي راه في الشهاده، وعمك الحسن راه في الخميس، وعمك رحاله راه في الجمعه. نسيتهم مساكن. دور معايا. شنو خاصك تدور معايا؟ نتوما كاملين خدامين، ما عندكم مشاكل. خدامين فين؟ خدامين. شوف حتى ديك البرا اللي جاتك انا راه ما جاتنيش، ما عندي حد. الوالد فاش مات شنو خلى ليا؟ خلى ليا هذا، عطاوني فيه 50 درهم. واش انا ندير 50 درهم؟ ما عنديش الفلوس امجيد. والله حتى تدور معايا. اي مراد، اش كتشوف فراسك مراد؟ خدم ما فراسيش. غادي نقول لك واحد الحاجه مزيانه غادي ديريها باش تجيبيه في الشبكه. شنو هي؟ مال عينك خرج، كملي مشيتك. وقول لي شنو؟ خدمت فراسك؟ فراسي. غادي نبدا نهار الاثنين. مزيان. مالك تتقولها بحال ما عجبكش الحال؟ لا نباركم سعود. تجي معايا. فين؟ مفاجأة. إلا بغيتي. ماما اش كاين؟ شو هاد؟ فين عاجاني غادي مع ديك السمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عجبتك شي حاجه طوماش؟ قبل لي ما تحمقيتي.
بقيتش عارف مالك. ما ماليش. واخا هادشي نهضروا فيه من بعد. انا خدمت جي نهضر مع الوالده ديالك. شنو بغيت تقفرها عليا؟ كيفاش نقفرها عليك؟ ياك في خبارها كلشي. حتى من بعد ونشرح لك. شرحي ليا. فين هو مجيد؟ مشى للكوميسارية. انت اصلا اشدك تدخل عندها في الاول؟ وراه قالت لي عندها مشكل. وانت شغلك حليتي مشاكلك؟ بدات تحل مشاكل عباد الله. الخدمه مشات في العطفة. تبقى دابا تشكي علينا؟ نوض شوف شي حل لراسك. نوض يلا نوض يلا عاد. مجيد مجيد داب زوا ومراد مجيد وجميله مشاو الكوميساريه ومراد حتى هو مشى معاهم. فوقت اش هادشي؟ دابا شويه. واخا صافي سير سير انا جايه. مجيد بغيت نهضر معاك. شنو بغيتي؟ اجي معايا. وبقى عندي ما نقول. شكون هو داك السيد اللي وقف عليك داك النهار في القهوة؟ شنو بغيتي دابا؟ ماشي هنا برا. شحال خاصك؟ شحال خاصك؟ 7000 درهم. 7000 درهم؟ مين بغيتي يجيبها لك هذا؟ واش انا شغلي؟ حتي نرى القيد راه قاش جني. وانا مالي؟ غدا تعرفها عندي. غادي نعرفها عندك. صافي غتعرفوا مين عندي.
يلا فين؟ حتى للدار. دابا نعرف شنو صافي حتى للدار وصافي. الناس كلهم ساقوا الخبر وصلتي للكوميساريه. بصحتك منين هي عاجبك؟ لاش تبعني انا؟ امراه ما عجبتنيش وحده من غيرك. ولاش مشيتي عندها؟ هي اللي عيطت عليا. هي اللي عيطت عليك. دابا انت اللي عيطت عليك كتمشي عندها. اتفقوا عليا هي وخوها، قالت لك عندها شي حاجه في الدار باغا تصوبها. باغيني نتيقك منين عينيك عليها؟ علاش كتجي عندي انا؟ راها الفوق كتسنى سير عندها. ما تفليش عليا. ومن امتى بالسلامه؟ من امتى اش؟ من امتى وانت مخبي عليا هاد القصه هادي؟ انا عارفه بلي جميله كتبغيك ولكن ما يسحبليش بلي ما بيني وبينها والو. مراد ما ديرهاش عليا. والله ما بيني وبينها شي حاجه. ماشي هادشي اللي كيقولوا الناس. سعاد في الصباح فاش قلت لك غادي نجي نتكلم مع امك قلتي لي غادي تفسري ليا. ما عرفتش واش الوقت عندنا ولا لا. علاش؟ عندنا وقتنا كله. 10 سنين هادي وانا كنتسنى. سيمانه ولا جوج مادات ما جابت. انت ما جايب للدنيا اخبار. غادي ندخل نتكلم مع امك. مراد بلاش غادي غير تندم. فوقتاش غادي تبدا الخدمه؟ نهار الاثنين. علاش؟ ايوا خليت نهار الاثنين نهضر معاها. كتعرفيني كنبغيك واللي قلتيها غنديرها. ماشي لخاطري، هي اللي بغات. خليها على خاطرها حتى نهار الاثنين. وهذاك اللي كيجي يقلب عليه في القهوه شكون هو؟ الدراري ما خصني شي ما اخر. دابا كيفاش غادي نفكوها؟ في الجوع راه ما نتسنى حتى واحد. بصحتك. كون صيفط لي والد فلوس كراك وعطيتهم ليه. ما كافينش. ولا ما عطاشيه والو. انت اسكت. وكيقول لي اسكت. ما هضرش معاك. شنو غدا؟ الجمعة. عندي واحد الفكرة مزيانة. كتقول لي اسكت. ما كاينش اللي عمرو قال لسي موسى اسكت. الله يسخر حالك. مزيان احمد. شو انت كاتب؟ ان شاء الله. السلام عليكم. هاي الفلوس غنديرو دابا. كيفاش ما فهمت؟ كنت مع خالك غزواني وانا نشوف مع مجيد. حميدو انا راه مراد صاحبك. تخيل. يلا. الموطور تباع صح. يلا. غادي للموطور. راك غلط. والله راك غلط.
مراد الحال بارد. قدي احنا مولفين هاد الشيء وكتر من هاد الشيء. انت نجيو؟ تجيو؟ علاش حال انتوما بالسلامة؟ انا وصحابي. صحابي؟ هادشي فيه الصحاب؟ دراري ثقة. ثقة؟ بقات شي ثقة؟ لا ولدي لا. بغيت تغرقني؟ انا هضرت معاك انت باغي نعاونك انت. صدقنا في الدراري ابارك زواني. وهي هادي وهي هادي نيت. اسمح لي يا ولدي، ما قلت لك ما قلتي لي صافي. تاكل وكل غير انت. ملك الدراري زين. اصبح الليل يمثل الخوف والالم، وهو لا يدع الاخرين يلاحظون مشكلته النفسيه ولا يتحدثون. امضرا ما بغاش جرب معاه عاوتاني. ما بغاش جات في مشنية ما بغاش صافي نساو هذا الموضوع. ايوا والخدمه اصاحبي غادي يمشي نهار اثنين. اش بغى يوقع كاع؟ غادي يجي مجيد يحيي عليك. تخيل اصاحبي انت يلاه داخل الخدمه يلاه قال بسم الله هو تابعك وكيغوت وجامع عليك الجوقه كي غادي تكون. صافي صافي دا نمشي نشوف معاه عاوتاني. واش انا غنبقى ديما عايش ليك؟ وتحركوا يلا. كنت اظن انني عائد الى الحرب كما لو كان الامر حقيقيا. واللي ما عندهم زهر بحالنا والله ما عندهم. ما بقيتش عارف اشنو خاصنا نديروا باش نلقاو هذه الخدمه. شتي الدراري في هذا الوقت الا ما لقيناش اللي يوقف معنا ويدبر علينا والله لا خدمنا. تا هو ها صح با الروح بالروح ما عرفش علاش. ويلي هادشي صح بهذا هذا. اش دار لينا؟ عفية انا عصبار الله يلا حفا وباقي غير حفا. الدراري والله لا راجل كاين ها الحديده ديالها. اعطوني دقيقه هاني جاي. فهمتي شي حاجه؟ والله سيدي ما فهمت شي حاجه بالله. واش توا قال لنا الحديده ديال السيد ها هو هنايا وزاد حديد ثمن. وهاد صاحبك ولا كيخلعني. الله يجعل جرته تخرج على خير. يا ربي امين يا رب. ويا ربي امين ما يحرمناش من هاد. تاع عقلك مع الحديد. ومن اخو ما من حقك. عندك الفارغونيط. خذها واعطيني هذه يلا. تبادلوا. انا راه ما بغيتش نديرها. راه هو جاي. اسر بها صاحبي. انا حميد هو اللي يكمي السيجار. هذا الدراري الساروت ديالنا. انا ساروت. يلا معي وغتعرف. يلا مراد. يلا عز. يلا مراد. Thank you.
مراد عزيز هذاك ولد الحرام ديال مجيد فين غبر؟ داكشي اللي جينا لهنايا غادي نجيبوه لك بين يديك. كلشي بحال بحال. لا ما كنشربش. مراد اليوم غادي تشرب وحميدو غادي يخلص. حتى انتم شفركم. بغا يخلصك على حسابنا. ما فهمتش. لقى مراد دريوش وبغا يحقر عليها. نكمل مع السيد اللي معايا ونرجع عندكم باش تعاودوا لي القصه كامله. رقا رقا خطر يا خويا انت يا خويا انت واعر ارجيك رقا وكي جات كذاب طمور غارسون باش نقول لكم شكون السبب. الزواج؟ اش من زواج؟ انا ما عمري ما قلت لي غنتزوج به. ما بغيتش نقولها ليه. انا عمري ما قلت له غنعطيها لي. في اخباري العرس. ولكن داكشي اللي دارت سعاد ما كيديروش بنات الناس. شكون اللي تزوج؟ ما عرفتوش منين جاب هاد الهضره. انت صح؟ عزيز عليا. بنتي هي نعطيها لمن ما بغيت. ولكن ما عرفتش شنو وقع بيناتهم. كنعرف واحد سعاد كتغني. تقدر تكون هي اللي خرجت لي العقل. وحتى كاع الا كنت قلتها ليه. لا ما كنعرفهاش. بلي فرحان وناشط. نخلي الراجل اللي عنده الفلوس وغيديها للخارج غينوض يدير مصيبه اكبر من راسه. حسيت بيه تبدل بزاف. قلت خليه دابا يعرف راسه ونعطيها لهذا الراجل اللي ما خدام ما رداه.
قلت لك ما مقلق مع الوليد ديالو بحال ديما. طموبيل ديال العزيز هادي؟ اه جاتو من طليان. خدامه بعدا؟ ما عرفت، ما تنظنش. هو مع من اتفقتي؟ علاش؟ على قبل الطوموبيل. عزيز صاحبي ما كنخبي عليه والو. تسناكم نهار الحد مع 12 ديال الليل. شنو الخبر؟ نهار الحد مع 12 الليل، ولكن انا ما تعولوش عليا. وعلاش؟ عرفتي باش نجيبو مراد نهار الحد بالليل خصنا نفكوه من مجيد. أقول لذاك خوك يدوز مع 9 الليل عند مراد وما يتعطلش إلا بغى ياخذ فلوسه. يلا جاب راسه ما كاينش. اش كدير هادي هنايا؟ جيت نصلح الغلطه ديالي. ما درتي حتى غلطه هالعار، غير تفرقي مني. اه حقا، سعد غتزوج اليوم وهاد الليله غتمشي لدارها. سعد وهاد الليله غتمشي لدارها. عمري قلت لك صباح الخير وهاد الليله غنمشي.
شكي لا والو غادي ما تقول لها شكي ما تمشي لها لا سكوندار لا سكوندار لا والو انا كالم انا كالم شي حاجه ها ولي هذا فين كنعرفك ما بقيتيش كتعرفيني جاي دير هذا هنا الله يخليك ما ديرنا سكاندال حنا الدار غير مسلفينها ما هضرتش معاك الحاجه وداكشي اللي كان بيناتنا اش كان بيناتنا ما بقى بيناتنا والو كاع داكشي اللي بنينا وكنهضروا وكنحلموا والو الا طرات شي حاجه قوليها ليا اشنو بيني وبينك باش طرا شي حاجه دابا محيت مقلقه داكشي علاش تقولي هذا الكلام مراد الله يخليك بلا شو غادي تبدل رايك غادي تبدل رايك انا ما زربانش كتعرفيني ما غاديش نسامح فيك فين ما مشيتي غتلقايني شكون هو هذا الراجل راجلي انا هو راجلك غادي تجي تسكني معايا نضربوا على اللي فات ونبداو من زيرو انا نحسب راسي نتعامل معاك مزيان بغيتي نبدل شي حاجه نبدلها علاش كتفكر غير فراسك ما تقدرش تقول راه هذه المراه عندها حياتها وتبغي تعيشها كيف ما بغات اش قلتي فاش فهادشي اللي قلت لك واش ما كتسمعش ولا دايرها بالعاني ما كتفهمش بنادم ما باغياكش فهمتي ما باغياكش شكون هادو اش بغيتو عندي عمركم ما شفتو شي واحد تيهضر مع مرتو عمرني ما عديت شي واحد ولكن ما تحقرينيش مازال ما خلقاتوش مول اللي غيحقرني والله لك انا الزواج والله لا تزوجتي ايوا لالا نكملوا عرشنا
بومبي ها آه. وراك انا عاود بومبي انا مش مزيان عاود وراك انا مورك مزيان دابا هاك صح مزيان تعب صافي مال صعب على الشغل ديال البارح مالك علاش ما قلتيهاش ما بغيتش نبرصتك على ما كتهضر زعما ما في خباركش سعاد الزوجات ما في خباري والو خبيت عليك حيت ما تليقش ليك انت عارف لي يليق ليا واللي ما يليقش واخا السي بدا تختار بلاصتي هاد المره غنجي نسولك الا بغيت شي حاجه غنجي نسولك واش تليق ليا ولا ما تليقش مراد برد انت بقى في اتساح السيد دارهم تيخطوا وتيديروا في المشاريع هو ضاربه بسكته انا بعدا ما كان في خباري والو واخا راه تختبك انا كنت عارف معلم صافي صافي ماري طلع فرنت بيرجا ماري مراد تفرق مني يا مراد الله يهديك يا صاحبي تبقى كيصيفط الماندا كل شهر تمك خدامه عليك وليش كندير معاكم انا صحاب مراد صحاب ها تضحك عليا صاحبين معايا باش تضحكوا عليا من اليوم بغا تعرفوني ما نعرفكم كل يوم بحره الله يهديك يا صاحبي راه عندنا الموعد اليوم في 12 الليل ها مراد تفرق معايا مالك خليه صافي خليه بون تخلد
هنا غادي نعس مزيان. الزنقة مزيانة للشيباني. حسن أبو دخل. ليش؟ محتاج ليا؟ كاين شي واحد محتاج للشيباني؟ خليني الناس. تصبح على خير أسي موسى. صافي داكشي اللي بغيتي. ضحك فينا عباد الله. دير معاه حتى يتصاحب لها الهاتف. ملي شفت السميه قلت هذا ولد سي موسى. هو هذاك اسيدي. هادشي علاش قبلت الطلب ديالك. بارك الله فيكم. الوالد راه خدم مع الوالد ديالي 35 عام. قالها ليا. كان رجل ثقه. كنتمنى انك اليوم تكون بحالو. ان شاء الله سيدي. بارك الله فيكم. شكرا. شكرا سيدي. نبتات وسببها بشونا واحد نصراني كان دايز جيت ولاد حدو ولاح بشونا ومنها نادو كاع الدير اللي كتشوفو دابا. سكين سي موسى. مالكم 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 كتشوفو فيها هكا؟ مالكم مالكم العسي مزيان سي موسى هكا كتمسم الحيط باش جوعك. علاش كتشوفوا الدور راشين وكيري بو دغيا؟ على حقاش كلشي مصوب من الفرش. شكون اللي عمرو سمع بشي مدينه اسمها الدار البيضاء؟
مسكين الشيباني كيقطع في القلب. مالهم؟ ملي لقى خدمه جرى على باه من الدار. اي والله يدينا في الضو. الله يستر. دير حلوه القوه تاعك. كنجي نضل العيب بلا عيب. واش بقى شي واحد انا راك ندير بحال ولدي وكثر. اه دولينا على الديبو. كنعرفه وكنعرف با. انا كنقول ماشي هو. كنت ديما كنشوفو كيدور حدا الديبو. اه هضر لينا على الديبو. ما فهمتش علاش هادشي اللي كنت خايفه منه. تجاني في داك الليل. ولكن انا ما كنتش عارف شنو كيدور تحت راسو. اول مره كيقول لي بغيت نشوف الديبو. مراد كنعرفو مزيان. ما نقدرش نقول لكم شكون السبب. ولكن ما قالش لينا اشنو فيه ولا شنو ناوي يدير. وانا على نيتي حليت. انا بعد ملي سمعتها ما دخلتش لي لراسي. ما ديت ما جبت. بنادم تاعي ما تحضي معاه. ما عمرك تعرف شنو تحت راسي. حسيت بحال شي حشره كبيره نزلت لي على راسي. واخا سمحت فيه واخا تخاصمنا الحق حد راس عقلها وسمعت كلامي. مراد ما يديرهاش. إلا سمتون على الديبو نقول لكم كنت كنمشي ليه. كنت كنمشي ليه بالليل نشوف الغزواني ندوز معاه شويه ديال الوقت. وإلا سمتوني على الكاميون اللي خرج منه نقول لكم شتو. حاجه اخرى ما نعقلش. وهادشي كله نقدر نكون ما شتوش. Thank you.